والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداه سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من كدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل بعون الله وتوفيقه شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم نكمل شرح الفصل الرابع عشر، الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القسم الثالث. وهذا الفصل يرد فيه المصنف حجج القائلين بجواز فعل المعاصي الصغائر على الأنبياء، وما استدلوا به على جواز فعل المعاصي من الأنبياء دون الكبائر، وجاءوا بآيات من القرآن وأحاديث يدل ظاهرها على جواز ذلك. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون عن فعل الصغائر كما أنهم معصومون عن فعل الكبائر، لأنهم أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليتأسى الناس بهم، فإن فعلوا الصغائر أو المعاصي ربما يتأسى الناس بهم فيفعلون المعاصي مثلهم ويقولون قد فعلوها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم نموذج يحتذى ويقتدى به، فعصمهم وحفظهم من فعل المعاصي صغيرها وكبيرها قبل بعثتهم وبعد بعثتهم. ثم بعد ذلك أجاز بعض العلماء عليهم فعل الصغائر مستدلين ببعض الآيات القرآنية، مثل آية فعصى آدم ربه فغوى، فنسب المعصية لسيدنا آدم وهو نبي، ومثل قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم، والعفو يكون بعد فعل المعصية. واستدلوا بما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي كان لا يجوز لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وكأن الله قد لام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقول سيدنا موسى عندما قتل القبطي قال إنه من فعل الشيطان، واستغفر ربه، واستغفر سيدنا داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي قد يدل ظاهرها على أن الأنبياء قد يقعون في المعاصي. فتناولنا في هذا الفصل رد المصنف على من استدل بهذه الآيات، ونحن اليوم في خبر سيدنا موسى تكملة لهذا الفصل. فيقول المصنف: وأما خبر موسى صلى الله عليه وآله وسلم مع قتيله الذي وكزه، اللي هو الرجل الذي وكزه من القبط فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، وده سبب فرار سيدنا موسى أساسا من مصر إلى سبب فرار سيدنا موسى أساسا من مصر
إلى سيناء حيث أقام هناك عند قوم سيدنا شعيب فترة من الزمن، كان السبب في ذلك قتل هذا القبطي وما فعله آل فرعون طلبا للقصاص وقتل موسى مقابل لهذا القبطي، ففر سيدنا موسى. فماذا نقول؟ والقتل حرام بل كبيرة من الكبائر، ونقول أن الأنبياء لا يفعلون الكبائر ولا يفعلون المعاصي، فكيف نؤول فعل سيدنا موسى وقتله للقبطي؟ هذا هو الموضوع الذي يتكلم فيه. الذي وكذه سيدنا موسى، وقد نص الله تعالى أنه من عدوه، وقيل كان من القبط الذين على دين فرعون. القبط اللي هم أهل مصر، المصريين يسموا القبط، ومنها إيجبت، إيجبت يعني قبط، جبت قبط، فتلاقي الاسم جاي من نفس المعنى، جيبشن قبطي. فأي إنسان سكن مصر لا يدل هذا على دين، ولكن يدل على جنسية. فما نقول فلان قبطي مش معناه مسيحي، فمعناه انه مصري، يعني ممكن يبقى في قبطي مسلم، في قبطي مسيحي، قبطي يهودي، قبطي كافر على غير دين من الاديان المعروفة الثلاثة، لكن يسمى قبطي اي مصري. كما نقول مثلا ليبي او ايه او بربري من البربر، يعني كان العرب يسموا جنس البربر اللي هو من ليبيا وتونس والجزائر للمغرب، كل دول يسموا البربر عند العرب. كما نقول مثلا العرب، العرب يسموا العرب اللي هم سكنوا منطقة تهامة اللي هي شبه جزيرة العربية، وسكن جزء منهم الشام وجزء منهم سكن في العراق، دول كانوا يسموا العرب. والعرب أنواع، عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة اللي هم ما قبل سيدنا إسماعيل اللي كان منهم قحطان وغيرهم العرب القدامى، ثم جاء سيدنا إسماعيل فلما تزوج منهم، سيدنا إسماعيل ما كانش عرب، سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم، سيدنا ابراهيم اصلا عبراني من كان يتكلم العبريه العبرانيه عندما عبر النهر وفر من النمروذ، علمه الله لغه جديده تسمى اللغه العبرانيه العبريه التي نزلت بعد ذلك بها التوراه. وكان سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم فما كانش عربي الاصل، فلما جاء سيدنا اسماعيل وسكن في جزيره العرب وتزوج من جرهم العرب العارده أنجب ذرية سميت العرب المستعربة، اللي جاء منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت منهم قريش بعد ذلك، وانتشروا في بقاع الجزيرة العربية، ومعظم العرب العاربة هلكوا بمرور السنين. فالخلاصة أن قبطي لا يدل على دين، ونصارى مصر يحبوا يسموا نفسهم قبط، ويعتقدوا أن كلمة قبطي تعادل مسيحي، وهذا خطأ. قبطي تعادل مصري، ليه؟ علشان يقولوا ان هم اصل مصر وان احنا مستعمرين لهم، وعلشان كده انشأوا جريدة سموها وطني، وطني علشان يقولوا ان احنا مستعمرينهم وان هم اصل مصر واحنا القبط واحنا واحنا، وده شغل يعني ايه يعني خبيث. فلازم تعرفها ان قبطي يعني مصري، يعني انت بالعربي كده قبط مسلم، قبطي مسلم، وهو قبطي مسيحي، والقبطي المسيحي بعد بعثة النبي كافر، كما أن اليهودي بعد بعثة النبي ولم يتبع النبي يبقى كافر بالعربي كده، وكل من لم يتبع رسول الله كافر، وكل من خالف دين الإسلام هو الكفر. تعريف الكفر هو من خالف دين الإسلام، أي شيء يخالف دين الإسلام يسمى كافر. والكفر ملل متعددة بقى، ملل كثيرة، واخد بالك؟ فدي عقائد عند المسلمين لازم تربطها في قلبك وتعقد عليها قلبك وتغلقه فلا تتناقش بعدها فيه، تبقى شيء كده من العقائد، زي ما انت ما تناقش نفسك في اسمك، وكذلك تربي اولادك على ذلك، لانهم يريدون اجيال يناقشون في الاصول وفي العقائد، ويظن ان كل من اعترف بوجود الله ولو انكر نبوة الانبياء يبقى نادي. هم عايزين يبرزوا هذا، انه يكفي الايمان بالله واليوم الاخر، اما الايمان بالانبياء فلا يضر. انت بتؤمن بنبي وده بنبي ثاني ما يضرش، يبقى برضو ايه ناجين يوم القيامه. هم عايزين يبرزوا هذا المعنى، ولكن الواقع خلاف ذلك. النجاه هو الايمان بجميع الانبياء، لا بنبي دون نبي
ولا بأنبياء دون أنبياء، ولكن الإيمان بجميع الأنبياء والإيمان بالله دون الإيمان بالأنبياء كفر برضه. لأن بعض الفلاسفة زي ديكارت اعترف بوجود الله في مصنفاته، وهو من مؤمني الفلاسفة الذين اعترفوا بوجود الله، ولكن لم يعترف بوجود الرسل، وقال أن بعث الرسل ده عبث ولا ضرورة له، فيبقى برضه كافر مع أنه اعترف بوجود الله وعنده أدلة ومصنفات مجلدات في أدلة وجود الله، ووصل لوجود الله بعقله، ولكن لم يصل لوجود الرسل، وأنكر وجود النبوات والرسالات، يبقى برضه كافر. فمش معنى أن واحد آمن بالله فقط دون الإيمان بالرسل يكون ناجي يوم القيامة، لا، النجاة تحتاج الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. هي دي الأمور اللي يجب أنك أنت تتعلمها وتعلمها أولادك، حتى لا تأتي بعد ذلك أجيال لا تعرف الفرق بين الإسلام والكفر. فهذا الرجل كان قبطي من آل فرعون، يعني كان مصري، لكن سيدنا موسى كان من بني إسرائيل مش مصري. سيدنا موسى ما كانش مصري لأنه كان من بني إسرائيل، وبني إسرائيل مين إسرائيل؟ اللي هو سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب اللي هو ابن سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم. سكنوا مصر لما دخلوها، لما تولى رئاسة وزرائها سيدنا يوسف، سيدنا يوسف ابن سيدنا يعقوب لما جاء مصر وتولى رئاسة وزرائها، قيل في عصر الهكسوس لما كانوا المصريين مقهورين بالهكسوس. فجاء الملك اللي هو رأى الرؤية وخرج سيدنا يوسف في عصره فولاه رئاسة وزراء مصر. فلما تولى هو رئاسة وزراء مصر أرسل إلى أبيه وإخوته فأقاموا في مصر، فظلوا في مصر إلى أن بعث الله سيدنا موسى. هم لم يكن أصلا مصريين، ولكن هم جاءوا إلى مصر بوسادة سيدنا يوسف لهم، حيث أنه استضافهم هناك. فلما قامت ثورات من المصريين على الهكسوس وانتصروا على الهكسوس، يطلعوا يقعدوا هنا، يطلعوا اقول لهم يقعدوا في الجنب هنا يا حاج سيد، النساء لو ما فيش صوت يطلعوا يقعدوا في الجنب هنا. انا هعمل ايه تاني؟ فلما انجلى الهكسوس بثورات المصريين ورجع الفراعنة يمسكوا مصر تاني، فكانوا اللي موالين لحكومة الهكسوس هم بني اسرائيل، لانه كانوا رؤساء في عصر الهكسوس، فبقوا بني اسرائيل اذلاء بعدما جالوا الهكسوس وجاءت الفراعنة عملت الثورة واستتب الحكم، فاستذلوا بني اسرائيل حيث انهم كانوا هم الذين يحكمونهم مع الهكسوس، ودي بداية إذلال بني إسرائيل في مصر. فكانوا يشغلوهم في الأعمال المهينة. المصري القديم ما يشتغلش الأعمال المهينة، ما يشتغلش زبال ولا يكنس ولا يمسح ولا يسلك بلاعات ولا ينظف بيوت ولا يمسح شقق، ما يعملش الشغل ده. الشغل ده مين اللي يعمله؟ بني إسرائيل إذلالا لهم. فكان بني إسرائيل استعبدوهم القبط اللي هم المصريين القدامى، وكانوا يشغلون في الأعمال المهينة. ومرت السنين، مئات السنين على هذا الحال، حتى جاء أوان بعثة سيدنا موسى وولادة سيدنا موسى، ورأى فرعون أن زوال ملكه يكون على واحد من بني إسرائيل، ففكر فرعون أن يقتل كل الذكور من بني إسرائيل. واستمر هذا الحال عدة سنوات، كل سنة يقتل الذكور فقط. فوجدوا ان الايادي العاملة من بني اسرائيل قلت، فقالوا احنا كده هنخلص الذكور، مش هنلاقي ناس تشتغل في الاعمال المهينة دي، هيبقى المصريين يشتغلوا في الاعمال المهينة. فاستحسن حل اقتلهم سنة وسيبهم سنة، يعني اقتل الذكور سنة وسيبهم سنة عشان يجي لنا عيال تكبر ويشتغلوا في الاعمال المهينة دي، وإلا احنا كده هنضطر ان احنا اللي نشتغل. فعجبته الفكرة، فولد سيدنا هارون في العام اللي هو سيدنا اللي في فرعون بيعفو عن ايه؟ عن المولودين الذكور. جاء سيدنا موسى ولد في العام اللي هم بيقتل فيها الذكور.
فربنا سبحانه وتعالى ألهم أم سيدنا موسى أنها تلقيه في اليم، والقصة معروفة. وتربى سيدنا موسى في قصر فرعون، وكان في يوم ماشي في الشارع كده على عادته، ابن قصور بقى، بني إسرائيل كلهم متربيين في الزبالة في مصر، في البيوت الأكواخ وفي حياة ضعيفة لكن سيدنا موسى الوحيد اللي متربي في القصور، ابن قصور على ثقافة عالية وعلى تعليم عالي، تربى في قصر فرعون الراس الكبير. فكان سيدنا موسى بيتمشى كده على عادته، فبص واحد من قبط مصر لقاه بيستذل بني اسرائيل، واحد اسرائيلي قريب سيدنا موسى بقى من ايه من قبيلته، وماسك بالصوت بيضربه علشان يشغله سخرة بدون أدب. فالراجل الاسرائيلي ده ما صدق، شاف سيدنا موسى قال الحقني، فسيدنا موسى ما يحبش الظلم، الراجل بيشغله بلا أدب ما يحبش الظلم على عادته، عادة الانبياء كده جبلوا على ايه، على مكارم الاخلاق. هو لسه ما بقاش نبي، هو ما كانش لسه بعث، فراح وكز الراجل القبطي ده بعصاته، وكزه يعني ايه زقه كده، قال له كده ما يصحش. يبدو ان القبطي ده كان قلبه خفيف، فشاف سيدنا موسى، وسيدنا موسى معروف انه متربي في قصر فرعون اتخض، الراجل جاي من عند الراس الكبيره بقى سلطه كبيره، فقلبه وقف من الخضه مات، يعني الوكزه دي ما كانتش تموت بس هي الخضه، وبعدين العصايه آله ما تموتش، يعني لو كان عايز يموته كان ضربه بسكين، اللي عايز يموته مش هيضربه بعصايه، يبقى سيدنا موسى ما كانش يقصد يقتله خالص، لو سيدنا موسى يريد انه يحق الحق وينصر المظلوم على الظالم كويس. فوكزه بعصاته وكزه، فالراجل اول ما شاف منظر سيدنا موسى، سيدنا موسى كان حاجه كبيره كده ضخمه ومتربي عند فرعون، وده يعني كانك انت شايف واحد متربي عند الحاكم، واخد بالك ازاي، ابن الحاكم بقى وجاي ايه وانت بتظلم، وفي نفس الوقت راح جالك ظهر لك في وقت وراح زقك زقه كده، واحد يكون قلبه ضعيف ممكن قلبه يقف يموت، يقول لك ده قلبه وقف من الخض فمات، فكان قتل خطا، ما كانش قتل معصيه، مش متعمد القتل، فهي مش معصيه في حقيقتها، في صورتها قتل وفي حقيقتها ليست معصيه، لانه قتل خطا مش متعمد. وقيل كان من القبط اللي هو ايه الرجل اللي وكزه سيدنا موسى الذين على دين فرعون. ودليل الصورة في هذا كله انه قبل نبوة موسى، كانت المسألة دي كلها كان قبل نبوة سيدنا موسى. وقال قتادة وكزه بالعصا ولم يتعمد قتله، يعني انت الوقت عند القاضي، لو واحد ماسك عصايا وضرب مدرس في الفصل، ضرب تلميذ بعصايا فالتلميذ مات، القاضي هيحكم بالقتل العمد ولا يحكم بقتل خطأ؟ خطأ. ليه بقى؟ لانه بيضربه بعصايه، لكن وصل له الخبر ان المدرس طلع مطوى ارمي غزال في الفصل وراح ضرب الواد بالمطوى، هيحكم قتل عمد. ليه؟ لان ينظر للآلة، ينظر للآلة اللي ضربه بيها، ان كانت آلة تقتل غالبا يبقى قتل عمد، ولا ينظر ايه لنية الضارب، ينظر الاول للآلة كويس، لان النية امر خفي لا نطلع عليه، هو اصل ايه ما نعرفش، لكن احنا بننظر للآلة اللي ضربوا بيها، ان كانت الآلة تقتل غالبا يبقى قتل عمد، حتى لو قال مش قصد، نقول له ما فيش حاجة اسمها مش قصد، في واحد بيأدب واحد بسكينة، تأدبه بعصاية بايدك بكفك بكرباط باي حاجة ما تموتش، فهمت ازاي؟ يبقى هنا بيقول لك وكزه بعصا، والعصا دي لا تقتل غالبا، دل على ان القتل كان خطأ مش قتل عام، خدت بالك؟ ده كلام سيدنا قتاده، عشان كده بيقول ايه؟ وكزه بالعصا ولم يتعمد، قال لانها آلة لا تقتل غالبا، والآلة التي لا تقتل غالبا لا يثبت بها القتل العام. ولو واحد أدب واحد بآلة تقتل غالبا يبقى قتل عام. يعني مسك المسدس وضرب، يقول لك أنا قصدي أدبه، وجا مات، حتى لو ضربه في رجله والطلقة اللي في الرجل ما تموتش غالبا. ففضل ينزف لحد ما مات، يبقى قتل عمد، يسموها السراية، يعني ايه؟ ضربه ضرب بآلة تقتل غالبا في موضع لا يقتل، فسرى الجرح الى الموت، ادى الى السراية، يعني سراية الموت، ولو ادى الموت الى بعدها باسبوع عمل له جرح والجرح تلوث وتسمم دموي ومات في المستشفى، يبقى برضه قتل. فاذا كانت بآلة تقتل غالبا يبقى قتل عمد،
ان كان بآلة لا تقتل غالبا يبقى قتل خطأ، يبقى فيها الدية، واخد بالك؟ ففي فرق بين القتل الخطأ والقتل العام. فهو بيقول لك سيدنا قتادة وكذاه بالعصا، يعني لم يضربه بآلة تقتل، ولكن ضربوا بآلة تؤدب، وهو يقصد تأديب ولا يقصد قتله، ولم يتعمد قتله، لأن القتل ثلاث أنواع: قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. ثلاث أنواع القتل في إيه؟ في الحدود: قتل عمد اللي هو واحد متربص بواحد ومسك سيف ولا سكينة ولا مسدس وضربه في قلبه، ده قتل عمد، حتى لو قول أنا مش قصدي. قصدك إيه؟ ده قتل عمد 100% مع سبق الإصرار والترصد، دي فيها إعدام، واخد بالك؟ في قتل شبه عمد. شبه عمد، قتل شبه عمد انك انت ان واحد يضرب بآلة لا تقتل غالبا، لكن لو استعملها بطريقة معينة قد تقتل. فهمت ازاي؟ يعني الخناقة دي كان بيتخانق بايه؟ في ايده ايه؟ حسب الحاجة اللي في ايده، بيضرب بايده بس، ده اسمه قتل خطأ، لان الضرب بالايد ما يموتش، واخد بالك؟ انما ماسك آلة زي ماسك مثلا حجر صغير، واخد بالك؟ غير مدبب الاطراف. يعني حددوا الآلة اللي تقتل غالبا، قالوا انها تكون نافذة وحادة، انما ما تكون لو ما فيهاش حد ما تقتلش، يبقى ما تقتلش غالبا، يبقى اسمه شبه عمد. يبقى اذا مد آلة لا تقتل غالبا لكن تقتل باستعمال خاص يسموه شبه عمد. يبقى في قتل عمد وقتل شبه عمد. القتل العمد والشبه العمد فيه القصاص، فيه القصاص يعني النفس بالنفس، واخد بالك؟ والدية تبقى فيها مغلظة في العمد وغير مغلظة في شبه العمد، وفي الحالتين على القاتل مش على عقله. إذا تنازل أهل الدم عن القتل فياخدوا الدية، إنما قتل الخطأ اللي هو قتل التأديب ده ما فيهوش أصلا قصاص نفس بالنفس، ده ما فيهوش إلا الدية، والدية مش على القاتل، ده على عيلته، لأن هو ما كانش يقصد، فعيلته تشيله بقى، العيلة تشيله، عيلته من جهة أبوه يسموها العاقلة، وتبقى متقسطة على ثلاث سنين، ما يدفعهاش في قعدة واحدة، يدفع الدية ومتقسطة على ثلاث سنين. يعني أنت سايق عربيتك قصيت واحد موته، واخد بقى؟ أنت ما قصرتش تموته، ده قتل خطأ، كويس؟ قتل خطأ. يبقى الدية على مين؟ مش على السواق، على عيلتك، عيلتك من جهة أبيك، كويس؟ يبقى عمك وولاد عمك وعمامك كلهم وأبوك وإخواته وأجدادك وأولادهم وأحفادهم، كل دول يجتمعوا ويقسطوا عليهم الدية، أنت تدفع جزء ودول يدفعوا جزء، يعني تيجي خراب على العيلة كلها، تشيلك زي ما هيورثوك يشيلوا معاك بقى، ما أنت لو مت وكنت راجل مليونير هيورثوك. فهمت إزاي؟ فلما تيجي تزني يسيبوك، يعني هم ياخدوها حلوة وفي المرة يسيبوك؟ لا، فزي ما يورثوك يبقوا يشيلوا معاك. فهمت المسألة؟ فالشرع عادل في المسألة. فهنا سيدنا موسى قتل بآلة لا تقتل، آلة تؤدب، يبقى ده قتل خطأ، والخطأ فيه العفو، واخد بالك؟ فعلى هذا لا معصية، لأنه مفيش التعمد، مفيش التعمد. أمال أنت بتدفع الدية ليه؟ بتدفع الدية علشان البني آدم اللي أنت قتلته خطأ ده، مش علشان أنت عاصي إنك قتلته، ده جت خطأ. بتدفعها علشان البني آدم ده كان بيكسب وبيربي أسرته، فأسرته هتضيع، فأنت بتديهم الدية عشان يتربوا منها، كأن أبوهم لسه عايش. فهمت إزاي؟ بدل ما يضيع ويشحتوا. يبقى كفاية عليهم إنهم فقدوا أبوهم، وما يبقاش فقدوا أبوهم وعائلهم اللي هو يصرف عليهم، يبقى كفاية إن هم فقدوه عاطفيًا وحسيا وما فقدوش ماليا، يبقى عندهم مال يتربوا منه، عنده بنات، سايب بنات يلاقوا اللي ايه اللي يتجوزوا بيه، عنده اطفال يلاقوا اللي يتربوا بيه، وهكذا ما يضيعوش. فدي فايده الديه، واخد بالك؟ فعلى هذا لا معصيه في ذلك، يبقى القتل الخطا ما فيهوش معصيه، وسيدنا موسى قتله خطا، يبقى مش معصيه. فهمت ازاي؟ يبقى ما عملش معصيه. فاللي يجيب لك يقول لك ايه الدليل على ان الانبياء تفعل المعاصي ويستدل بقتل سيدنا موسى للقبط، يقول له لا، ده قتله قتل خطا، والخطا لا معصيه فيه، يبقى الانبياء ما تعملش المعاصي. فهمت ازاي؟ ده الرد. وقوله هذا من عمل الشيطان
لكن سيدنا موسى قال ايه؟ هذا من عمل الشيطان، وقال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. طب منين قال ظلمت نفسي بقى وهي مش معصيه؟ فهمت ازاي؟ نيجي بقى ايه، نرد رد ثاني. سيدنا موسى اعترف انها من عمل الشيطان، واعترف ان هو ظلم نفسه، وعمل الشيطان تملي يدل على المعاصي، وظلم النفس معناه مخالفه الله سبحانه وتعالى اللي هي برضه فعل المعاصي. وقوله هذا من عمل الشيطان، وقوله ظلمت نفسي فاغفر لي، قال ابن جريج، هو المكي القرشي مولاه، روى عن مجاهد وعطاء تابع تابعين من تابع التابعين من طبقه تابع التابعين، يعني التابعين اللي هم روى عن الصحابه اللي كان مشايخهم هم الصحابه، الصحابه اللي هو شيخهم سيدنا رسول الله مباشره، تلقوا العلم على رسول الله يبقوا صحابه، اللي تلقى العلم على الصحابي يبقى اسمه تابعي، واللي تلقى العلم على تابع على التابعي يسمى تابع تابعي. فابن جريج ده تابع تابعي، فهمت؟ تلقى العلم على من تلقى العلم من الصحابه يبقى تابع تابعي. ده من المفسرين، وروى عنه يحيى بن سعيد القطان اللي هو من الطبقه الرابعه بعد كده، اللي جت رابع جيل يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الامام احمد بن حنبل يحيى بن سعيد القطان. قال ابن جريج قال ذلك، سيدنا موسى قال ظلمت نفسي وقال من عمل الشيطان، من اجل انه لا ينبغي لنبي ان يقتل حتى يؤمر. هو استحى من الحكايه دي، ضميره انبه ازاي هو خض الراجل وعمل الحكايه دي وقال افضت الى موت، وكان ربنا ما امروش انه يقتله، فايه فاستحى من هذا. ده كلام مين؟ سيدنا ابن جريج. فيبقى هو قال ظلمت نفسي من باب حياء من الله، الحياء من الله، لان الانسان حتى لو قتل خطا ضميره بيأنبه، حتى لو قتلت خطا ضميرك بيأنبك. ده انت لو انت ماشي بعربيتك وصصيت كلب ومات يمكن بتروح البيت ضميرك مأنبك، فما بالك صصيت انسان ومات؟ انت في الشرع لا اثم عليك، لكن انت ضميرك بيأنبك لايه؟ لازهاق الروح، لازهاق روح. وقال النقاش الموصلي في تفسيره لم يقتله عن عمد مريدا للقتل، وانما وكزه وكزه يريد بها دفع ظلمه. قال وقد قيل ان هذا كان قبل النبوه وهو مقتضى التلاوه. في قول ثاني قال ان الانبياء ممكن تفعل المعاصي قبل النبوه بحيث انها تكون صغائر، وصغائر ما تكونش فيها اهانه شديده قبل البعثه، لكن بعد البعثه لا. هذا القول يقول يرد على طول، يقول لك ما هو عمل الحكايه دي قبل النبوه خلاص، ما تفرقش انا معايا، يعني مش محتاج يأولها، لأن هو في مذهبه إنه ممكن النبي يعمل الصغيرة قبل البعثة، لكن بعد النبوة ما يعملهاش، كويس؟ ولكن مذهب المسلمين، أغلب المسلمين، على إن النبي لا يفعل المعصية قبل النبوة وبعدها، سيان ما تفرقش. فيبقى التأويل نحتاجه للمذهب اللي بيقول إيه؟ إنهم لا يفعلون النبوة قبل المعصية قبل النبوة مطلقا. واضح؟ فتحتاج هنا تأول. وقوله تعالى في قصته وفتناك فتونا، اللي في سورة طه، أي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء، فتونا من الفتنة، والفتنة من الابتلاء يعني الاختبار يعني الامتحان، يعني ربنا امتحن سيدنا موسى امتحانات كثيرة. اتولد في السنة اللي بيقتل فيها الصبيان، كان ربنا ممكن يخليه يتولد في السنة اللي ما بيقتلش فيها الصبيان، واتربى في بيت عدوه بعيد عن بيت اهله، دي برضو يعني ابتلاء ومحنه. وبعدين جه سيدنا موسى ماشي بيزق الراجل كده مات وهو مش قاصد يموته، وفجاه بقى مطلوب القبض عليه، فبقى ماشي هربان ويتلفت، وبعدين مشي الى غير مأوى، هرب وراح ايه الى مدين الى غير مأوى، لا عنده مكان ياوي اليه ولا حته يروح، هربان. وبعدين قعد في الغربة سنين طويلة، 10 سنين، واخد بالك؟ في الغربة بعيد عن اهله، ولا يزورهم ولا يزوروه ولا يبعت لهم جوابات، ولا كان في حتى تليفون يطلبهم ولا يطمئن عليهم ولا هم يطمئنوا عليه. صعبة، مش اي انسان يتحمل هذا. كل دي امتحانات ورا امتحانات، يعني حياة سيدنا موسى ما كانتش حياة سهلة، فربنا بيختصرها ويقول وفتناك فتونا، يعني ابتليناك ابتلاء وراء ابتلاء حتى اخلصناك وخلصناك من نفسك الينا. فهمت المساله؟ وعشان كده قالوا ان ابتلاء الانبياء بيبقى اكرام، ابتلاء الانبياء اكرام حتى لا يركنوا الا الى الله. وعشان كده سيدنا محمد ولد يتيما، كان ممكن ربنا يولده يولد ويخلي ابوه لسه عايش،
ويبقى ابوه هو سيد قومه مثلا فيعيش حياه مرفهه. لكن ربنا لم يرد للنبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون ليس له الا مأوى واحد وهو الله، فلا يأوي الى احد ولا يلوي على احد. كذلك كل نبي. سيدنا يوسف شوف اتربى ازاي، اتربى غريب في بلاد غريبة ومضروب عليه الرق واتسجن، شغلانة كبيرة، حياة صعبة مش اي انسان يتحملها. وعشان كده اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون فالامثل فالامثل. وفتناك فتونا اي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء. قيل في هذه القصة قالوا ان اللي فتناك فتونا يعني بقتلك خطأ ثم هروبك واخد بالك وطلب آل فرعون لك وحياتك في الغربة، دي كل دي يعني القصة وما جرى له مع فرعون. وقيل الفتون اللي هي الابتلاء يعني إلقاؤه في التابوت واليم وهو طفل صغير وغير ذلك. حتى ان اسم موسى اصلا موشي، وعشان كده يقول لك موشى ديان، ما هو متسمي على اسم مين؟ النبي اللي هو بيظن انه بيتبعه ولكن هو ما بيتبعوش ولا حاجه، لان سيدنا موسى تابع لسيدنا محمد اصلا. فاللي مش هيتبع سيدنا محمد يبقى مش تابع نبيه اصلا، يبقى كفر بنبيه، لان سيدنا موسى لو كان مع سيدنا محمد لمشى مع سيدنا محمد، واخد بالك؟ سيدنا محمد قال لو كان موسى بن عمران معكم ما وسعه الا ان يتبعني، وقد صلى خلف نبينا في الاسراء والمعراج، يبقى دليل ان اتبع النبي ونصح نبينا صلى الله عليه واله وسلم في حال المعراج حتى خففت الصلاه من 50 إلى 5. فلي علينا منة كبيرة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فموشى ديان على اسم سيدنا موسى، يقول لك موشى هو اسمه موشى، وموه يعني مية، موه يعني مية بالفرعوني باللغة الهيروغليفي القديمة، موه وشيء يعني شجر، مو شيء يعني ماء وشجر. فهمت ازاي تركيبة اسمه كده؟ لأن امرأة فرعون سيدتنا آسيا لما شافت سيدنا موسى في التابوت وطفل رضيع بين مية وشجر بصت كده حطت ايدها على قلبها وقالت موشي يعني طفل بين مية وشجر. فهمت ازاي؟ عم عملت كده وقالت موشي وما كانتش تعرف اسمه فسموه موشي. فهمت ازاي بقى؟ فده اصل اسمه، ربنا ألهمها الكلمة دي عشان يطلق عليه لانه هو اسمه كده عند الله، فألهمها إلهاما. فهمت المسألة؟ فسيدنا موسى عاش حياة صعبة في تابوت في وسط مية، طفل رضيع بيبكي، خده عدوه، واخد بالك؟ ليأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. عوضه بالحكاية دي ايه؟ ان كان اللي يبص له يحبه. فهمت ازاي؟ دي محبة من الله، اللي يشوفه لا يملك الا انه يحبه. فأول ما شافته امرأة فرعون وما كانتش بتنجب، اللي هي آسيا امرأة فرعون، ستتنا آسيا دي زوجة نبينا في الجنة، خد بالك سيدة آسيا دي زوجة نبينا في الجنة. كنا قلنا سيدنا محمد، آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران زوجات لنبينا في الجنة. فهمت ازاي؟ فسيدتنا آسيا دي ما كانتش بتنجب ومتجوزة فرعون بقالها كتير وما كانش بقى في علاج ايه عقم وكلام من ده ايامهم، فصبرت على هذا لحد ما شافت سيدنا موسى ده حبته، فقالت لفرعون هو ده فرصه نربيه بقى ويبقى ابننا، قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا. فقام قال لها هو ايه النحل؟ قال لها قره عين لك انت اما انا فلا. فقفل على نفسه باب الرحمه. سيدنا محمد يقول ايه؟ لو قال لو سكت لامن بموسى وانتفع، لكن هو قفل على نفسه باب الرحمه، قال اما انا فلا. وعشان كده الواحد ياخد الفال الكويس من الالفاظ، الفال الكويس. مش تيجي تخرج الصبح تلاقي عربيتك مثلا كاوتشها نايم تقول يوم اسود من اول، يوم ربنا يسوده لك لان انت اللي طلبت كده. فهمت ازاي؟ فانت ما تقولش كده، تقول بسيطه ان شاء الله، ميسره ان شاء الله، واخد بالك؟ يقول مثلا الحمد لله، او يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يمكن هتتعطل في تغيير الكاوتش، ولو كنت مشيت في اللحظه دي كنت هتعمل حادثه في نصية الشارع. فهمت ازاي؟ او يمسكك المرور عشان مش لابس الحزام فعطلك في تغيير الكاوتش مثلا، فانت ما تعرفش الخير فين. وعشان كده الواحد يختار الالفاظ الكويسه، واخد بالك؟ ف
فتنك فتونة يعني قيل إلقاؤه في التابوت واليم وغير ذلك، وقيل معناه أخلصناك إخلاصا، لأن الفتنة هي التخليص، واخد بالك إزاي؟ أما تقول مثلا فتنت الفضة في النار يعني خلصتها من الشوائب، فتنتها يعني سهرتها فانفصلت منها الشوائب، فكأن ربنا خلصه تخليصا له سبحانه وتعالى. قاله ابن جبير ومجاهد من قولهم فتنت الفضة في النار إذا خلصتها، أصل الفتنة معنى الاختبار وإظهار ما بطن، إلا أنه استعمل في عرف الشرع في اختبار أدى في اختبار أدى إلى ما يكره. يبقى أصل الفتنة أصلا هي معناها الاختبار وإظهار ما بطن، واخد بالك؟ إنك تعمل اختبار وتظهر الشيء الباطل بالاختبار ده، تقول لواحد أنا بامتحنك، أنا كنت بس بامتحنك بشوفك بتحبني قد إيه، أو بشوفك أنت مخلص قد إيه، يعني بتعمل له فتنة بتظهر ما بطن منه، هو بيدعي إنه بيحبك أو مخلص ليك، فعملت له اختبار علشان تظهر اللي في قلبه، فهمت إزاي؟ دي أصل الفتنة إظهار ما بطن، واخد بالك إزاي؟ التخليص وإظهار ما بطن، استعملت في الشرع في إيه؟ في اختبار أدى إلى ما يكره. ما تكرهه النفس، يعني يكون اختبار شديد تعافوا النفس. وربنا قال ونبلوكم بالشر والخير ايه؟ فتنة. فانت ما تفتكرش ان الخير حاجة حلوة، لا، ده الخير فتنة، لان ممكن الخير اللي انت بتتمناه ده يكون سبب في طغيانك. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ربنا يدي الواحد قوة في البدن يمكن يظلم بيه عباد الله، يقعد يضرب ده ويكتف ده ويأذي ده عشان عنده قوة في البدن، يبقى قوة البدن جات له ايه؟ مصيبة عليه، ظلم بها الناس. ويمكن يديله قوة في العقل وذكاء يتكبر بيه على خلق الله، يقول لك كل الناس بهايم انا بس اللي بفهم، فهمت ازاي؟ من ذكائه. وعشان كده الامام الشافعي بيقول ايه لما انه كان اذكى اهل عصره، الامام الشافعي كان بيقول ولولا خشية الرحمن ربي لظننت ان الناس كلهم عبيدي. شوف قد ايه من ذكائه، كان بيسبق الناس بمئة سنة في الفهم، مش بسنة ولا اتنين، يعني لحد دلوقتي الناس بتقعد تفسر في كلام الإمام الشافعي اللي قايله من كام قرن، لحد دلوقتي ما فضوش كلام الإمام الشافعي من المعاني اللي فيه. شوف قد إيه من ذكائه، سبق عصر، لكن ربنا يعني أكرمه ولحقه إيه بالإيمان، فبيقول ولولا خشية الرحمن ربي لا ظننت ان الناس كلهم عبيد، يعني بقيت متكبر على خلق الله، لكن لولا ان انا خايف من ربنا وعارف ان دي نعمه من الله بس تواضعت للناس، فهمت المساله؟ فساعات الخير يبقى فتنه، تاخد بالك. يعني ربنا قال نبلوكم بالشر، الشر واضح انه حاجه وحشه، انما الخير كل الناس بقى ايه بتحب، قال لك والخير فتنه فاحتاط. تيجي امراه تولد جميله، جميله الجمالات، ملكه الجمال، جمالها ده يبقى فتنه عليه، يتلموا عليها المخرجين والمؤلفين ويشغلوها في الكباريهات ويشغلوها رقاصة ويشغلوها ممثلة وتروح في داهية بسبب جمالها. هم هيروحوا الواحدة وحشة، ما هم لازم ينقوا واحدة حلوة، فبقى جمالها ده فتنة، فهمت ازاي؟ لكن واحدة قبيحة هي عايشة مستورة وتخش الجنة ومع السلامة، فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى اي خير وكثرة المال برضه، المال ممكن تستعمله في المعاصي يبقى مشكلة كبيرة، ممكن تستعمله في طاعة الله، واستعماله في المعاصي أسهل من استعماله في طاعة الله في هذا الزمان. يبقى الإنسان يخاف من المال لأنه يسأل عنه من أين اكتسبه وفيما أنفق. يبقى الفقر أسهل، الفقر لما تنزل يوم القيامة أسهل. يعني أنت مثلا لو كنت مشغول وعندك مصانع وملياردير كنت هتيجي تقعد القعدة دي؟ كنتش هتيجي تقعد القعدة دي، كان هيبقى عندك عشاء عمل في شيبرد ولا في شيراتون ولا في الهيلتون، وقاعد جايب ناس كبار ومقدم لهم خمور وبتعمل صفقه بالملايين، واخد بالك ازاي؟ وتروح البيت تعبان حتى لو ما شربتش انت خمور، لكن قاعد في بيئه زفت، بيئه زباله، واللي قعدها لك هو مالك اللي انت خايف عليه وبتستثمره. فيبقى الحمد لله على ايه؟ على ضيق الحال، واضح؟ فالانسان يحمد ربه. وكذلك سيدنا موسى عمل برضه مشكلة تانية مش فاهمينها، يبقى ما كناش فاهمين مشكلة سيدنا موسى مع الفرعوني القبطي اللي قتله، فهمناها الوقت وعرفنا تأويله.
ما كناش فاهمين. وفتناك فتونة، يعني ابتليناك ابتلاء وراء ابتلاء، والابتلاءات واخد بالك ازاي؟ هل بسبب المعاصي؟ لان تملي الابتلاء بيكون بسبب المعاصي. فهمت ازاي؟ يبقى معناه انه عصى يعني ربنا فربنا ابتلاء؟ لا، مش معناه ابتلاء المعصية، ولكن هو ابتلاء التكريم واخد بالك، والتخليص واخد بالك، حيث انه خلصه لنفسه سبحانه وتعالى ولتصنع على عين. يبقى الابتلاء هنا فتنك فتونة مش معناها معصية وراء معصية، لا، ده معناه تخليص وراء تخليص، حتى خلصت إلينا بكمالك. واضح؟ نيجي بعد كده في مشكلة ثالثة سيدنا موسى برضو مش فاهمينها، انه لما ربنا بعت له ملك الموت بعته له على هيئة رجل، فلما قال له انا جاي علشان اقبض روحك راح مديله باللكامية في عينه وصفروا عينه، واخد بالك، بالبوكس. طب ما دي معناها انه هو حريص على الدنيا، والحرص على الدنيا معصية. يقول لك كفاك معصية حرصك على الدنيا، لان اس المعاصي الحرص، الحرص هو ده اس المعصية. ما حدش بيعمل معصية الا وراءها الحرص، الحرص على حصول المراد. فهمت ازاي؟ سواء المراد ده كان شهوة حسية او شهوة معنوية، مش هيعملها الا انه حريص عليها. فالحرص هو بداية كل معصية. فلما يجي له ملك الموت ويروح دفعه يعور عينه، معناه انه حريص على الدنيا. وكفاك معصية الحرص على الدنيا، نعمل فيها ايه دي؟ فهمت ازاي؟ برضو ده دليل استدل به من اجاز فعل المعاصي على الانبياء، وقال ان سيدنا موسى كان عنده حرص على الدنيا ففقع عين ملك الموت وقتل الفرعون، وان ربنا ابتلاء ابتلاءات كثيرة، دليل على انه كان فيه بعض التقصيرات، والابتلاء لا يكون الا من تقصير، والمحنة لا تكون الا من تخليص. فكل الشبه دي في سيدنا موسى بنمسكها شبه شبه، عشان في الاخر نعرف ان سيدنا موسى ده حاجة عالية قوي. لا، ده مش كل الانبياء كده، وسيدنا موسى مش اي نبي، ده سيدنا موسى ثالث افضل خلق الله، ثالث افضل خلق الله في الافضلية كده، يعني طالع الثالث في الافضلية. ربنا خلق خلق كثير نعلمه ولا نعلمه، منهم ملائكة ومنهم انس ومنهم جن ومنهم درجات كبيرة ما نعرفهمش، واللي نعرفهم اقل من خلق الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. لكن نمرة واحد في خلق الله سيدنا رسول الله على طول، نمرة اثنين في الافضلية سيدنا ابراهيم، نمرة ثلاثة في الافضلية سيدنا موسى، فاحنا مش بنتكلم على اي حد، ده سيدنا موسى ده حاجة كبيرة قوي. نمرة اربعة سيدنا عيسى، نمرة خمسة سيدنا نوح، بهذا الترتيب، ترتيب الافضلية، واخد بالك. فانا ما بنتكلم على سيدنا موسى مش بنضيع وقتنا، احنا بنتكلم على نمرة ثلاثة في افضل الخلق. فهمت ازاي؟ فسيدنا ما هو الثاني خاف بقى، الثاني خاف لحسن سيدنا موسى يضربه ويقول له انت كل يوم هتعمل لنا مشاكل، ويدي له قلمين على وشه. فهمت ازاي؟ ما هو ثاني يوم بقى ولا بعدها بعده ايام بيستغيث سيدنا موسى تاني. هو لان هو كان مناكف، بني اسرائيل كان عندهم ذل، يجي له القبط من دول يدي له كربات يقعد يشتغل عنده بالليل وما يطلبش اجره. الواد ده مناكف، فكل يوم يجي القبط يضربه علشان يشتغل، يجي يلاقيه مبلط في الخط ويشتغل، فكل يوم عامل خناق ومستني سيدنا موسى معدي الحق خلص. فهمت ازاي؟ سيدنا موسى قال له انت بقى الظاهر واد بتاع مشاكل، انت بقى مش عايز تعيش. فقال له هو انت بقى، لما سيدنا موسى بيقول له كده وبيشاور له بايده، قال له هو انت هتيجي تقتلني زي بتاع امبارح؟ فعرفوا القبطي الثاني مين اللي قتل الجثه، ما هو كان لاقيين جثه مش عارفين مين اللي قتلها، فهو اللي كشف المساله بكلمته دي. كان الاول مجهول، يعني في قتل مجهول، واخد بالك، مش معروف مين اللي قتل. فاول ما الثاني الاسرائيلي قال ايه، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، الفرعوني ده جري جري على فرعون، قال انا عرفت مين اللي قتل الفرعوني بتاع امبارح، ده موسى. ففرعون كان قاعد وعنده الرجل اللي هو ايه المؤمن اللي من آل فرعون، بس ما كانش لسه مؤمن، لكن كان عنده صلاح، هو امن بسيدنا موسى بعد كده، كان بيحب سيدنا موسى لله فلله كده للراجل ده، وقاعد في القصر متربي وكان سكرتير كبير لفرعون. فلما سمع ان فرعون بيقول امرنا بالقبض على موسى، طلع الراجل ده انسلت جاري وقابل سيدنا موسى على الناصية بعيد، قال له ايه، الحق اجري، ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من النصر. فهمت ازاي؟ قال له اخرج انفد بجلدك،
انا لسه جاي دلوقتي وهزروا عمرو بالقبض عليك هيقتلوك بالراجل اللي اتقتل قبلها، فهمت؟ فدي يعني خلاصه القصه. وكذلك ما روي في الخبر الصحيح، الحديث اللي هو فقع عين ملك الموت ده حديث رواه الشيخان الامام البخاري ومسلم، حديث صحيح. من ان ملك الموت جاءه فلطم عينه ففقأها. ملك الموت لما دخل على سيدنا موسى جاله في صورة بشر، وكان بني اسرائيل مشهورين بانهم بيحبوا يقتلوا الانبياء، فلما جاله في صورة بشر وما قالوش انا ملك الموت، فسيدنا موسى دخل بيته بس لقى راجل قاعد في بيته بيقول له انت جاي ليه؟ قال له انا جاي اقبض روحك. انت لو ما كان سيدنا موسى هتعمل ايه؟ تقول له ده انا اللي هقبضه، صح ولا لا؟ يبقى سيدنا موسى ما غلطش، هو ما قالوش انا ملك الموت ولا قال له حاجه، ده في صورة راجل والراجل بيقول له انا جاي اقبض روحك، تعمل له ايه انت؟ بيدافع عن نفسه. فانت ليه مستعجب ان سيدنا موسى يعمل كده؟ ما انت هتعمل كده وقت ده، انت يمكن تطلع الطبنجة تقتله، ده هو كل اللي عمله اداله بالبوكس في عينه فرغها كفايه كده، واخد بالك؟ لكن ملك الموت راح طالع بعد كده رجع لربه وايه؟ وقال يا رب ارسلتني الى رجل يحب الدنيا. قال له لا، يحب الدنيا ويكره الموت يعني. فقال له ارجع اليه وعرفه بنفسك، يعني مش تخش في سورة راجل ما تقولوش انت مين، لا بين له بتاعتك الشخصية، قول له انا ملك الموت وجاي اعبد روحك وشوف هيعمل معاك ايه، وخيره قول له حط ايدك وايد سيدنا موسى، ايد حلوة كده محترمة، على ظهر ثور، كل ما غطت من شعره لك بعدد الشعر سنوات تعيش. في بعد كده ايه؟ عشان عايز ربنا عايز يبرأ سيدنا موسى قدام الملك الموت ويعرفه ان سيدنا موسى ده مقامه عالي قوي، ده انت مش واخد بالك. يعني لما الملك الموت ساق لما شاف المنظر ده افتكر انه بيكره الموت ومش عايز يلقى ربه، فربنا عايز يبرأ سيدنا موسى ويعرفه، يعرف لملك الموت ويعرفنا احنا كمان مقام سيدنا موسى. قال له لا لا، روح انت بقى عرفه بنفسك، ده انت قصدك ما عرفتوش بنفسك، ده انت قاعد في بيته في سوره راجل بتقول له هقبض روحك، اعمل لك يدك على ظهر ثور ولك بعدد الشعرات التي تغطيها يدك سنوات، وبعد كده تلقى رب. فلما جه وعرفه بنفسه وخيره قال له اذا الان، اذا الان ادم في الاخر برضه هموت، انا عايز بقى الرفيق الاعلى من دلوقتي، ولكن اطلب من الله ان يقربني قدر شبر الى الارض المقدسه. فهمت ازاي؟ فدفن بقدر شبر في الارض المقدسه في تابوت من الجنه، جاله تابوت من الجنه مخطوط، فهمت؟ فسيدنا موسى ده مقامه عالي، فهمت؟ فلطم الملك، لطم الملك، مش لطم الملك عشان بيحب الدنيا، فهمت المساله؟ لانه ما كانش عارف ان هو ده ملك الموت، واخد بالك؟ وبيدافع عن نفسه، جاي له في صوره رجل مش في صوره ملك، ما هو لو جاله في صوره ملك خلاص هيقول له سمعنا واطعنا امر ربنا، دول بيرضوا بقضاء الله، الانبياء كده ترضى بقضاء الله. فلما ربنا اراد انه ايه يعرفه مقام سيدنا موسى قال له لا، عرفه بنفسك بشخصيته، فابرز له شخصيته ارى فيها الوظيفه ملك الموت. الله، لا ده اتفضل اقعد، قعدوا بقى وقعدوا يفهموا. قال له لو انت عايز تعيش وتقعد انت مخير، يعني ربنا خيره في عمره، خيره في عمره فاختار الرفيق الاعلى، كما خير سيدنا رسول الله في عمره فاختار الرفيق الاعلى. فهمت المساله؟ فالانبياء دول مقامهم عالي يا عم، ما تتكلمش عليهم الا بحذر، ولا يدفعك كرهك لليهود الان انك انت تسيء لسيدنا موسى خالص. في بعض الكتاب بيسيئوا لسيدنا موسى الان وانا بقراها، بعض الصحفيين علشان اتباع لسيدنا، لان اليهود اتباع لسيدنا موسى، لا احنا المسيحيين لو تعبونا ما نعيش سيدنا عيسى، واليهود لو مهما يتعبونا ما نعيش برضه سيدنا موسى، لان سيدنا موسى ده نبي من انبيائنا وسيدنا عيسى ده نبي من انبيائنا، ده احنا بنؤمن بجميع الانبياء، فهمت ازاي؟ لكن احنا نعيش فيهم وعشان كده لما تدعي ما تدعيش على الاسرائيل، اسرائيل ده يعقوب، فهمت ازاي؟ فادعي على اليهود.
فهمت ازاي؟ تقول اللهم اهلك اليهود، اللهم انصرنا على اليهود، انما ما تقولش مثلا اللهم اهلك اسرائيل، ما يليقش. اسرائيل ده نبي، خد بالك، وهم عايزين يحرجونا بان هم اطلقوا على دولتهم اسرائيل، يحرجونا علشان لما نيجي ندعي على اسرائيل يبقى كده بنكفر. نكفر لو دعينا على اسرائيل ونقصد النبي يبقى كفرنا، نعوذ بالله من هذا. فهمت المساله؟ فهم فتنه من جميع الجهات، حتى في اختيار الاسم، يعني بتوع مشاكل حتى في الاسم اللي اختاروه. ما انت ممكن تقول اللهم انصرنا على بني اسرائيل، انما ما تقولش اسرائيل كده، مش بني اسرائيل. فهمت ازاي؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان موسى وعيسى بن مريم. انما ما تقولش اسرائيل حاب كده. اسرائيل ده اللي هو يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. يعني انت ممكن تسمي ابنك اسرائيل على اسم نبي، زي ما بتسمي ابنك ابراهيم. فهمت ازاي؟ بس لو سميته اسرائيل يمكن كاتب الصحه مش هيرضى يكتبها، يعني يقول لك ما فيش داعي تعمل لنا مشاكل في الزمن بتاعنا ده. ايوه قربوا ربك. وكذلك ما روي في الخبر الصحيح، لا هو في سيناء سيدنا موسى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مر علي عند الكثيب الاحمر في سيناء بالقرب من القدس، واخد بالك ازاي؟ لكنه في سيناء، ما زال في صحراء سيناء عند الكثيب الاحمر. لا قال قربني الى ايه؟ الى الارض المقدسه. مش عارف بقى يعني قربوا رمي بحجر، ولو رمي بحجر، يعني مش بينه وبين بيت المقدس رمي بحجر، لا ده يقربوا الى بيت المقدس ولو رمي بحجر. فهمت انت؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم شافه عند الكثيب الاحمر. لكن بني اسرائيل نفسهم لحد دلوقتي واليهود ما يعرفوش مكان قبر سيدنا موسى، مش مجهول، ما حدش يعرف قبر سيدنا موسى فيه، ولا قبر نبي من انبيائهم معلوم، شوف، ولا حتى سيدنا يوسف معلوم قبره، ولا اي نبي على ظهر الارض تحلف ان ده مقامه الا سيدنا محمد. سيدنا ابراهيم مش برضه ما تقدرش تحلف، هناك في الخليل، مسجد الخليل فيه ثلاث قبور او اربعه، قبر سيدنا ابراهيم وسيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب والسيده ساره، كويس؟ لكن تقدر تحلف ان هم هنا؟ ما تقدرش تحلف. لكن لما تروح الخليل روح هناك وزورهم وما جراش حاجه، حاجه جميله، انبياء، لكن ما تقدرش تحلف الا على قبر نبينا جواه سيدنا محمد. فهمت ازاي؟ ده اللي تحلف عليه صحيح. وسيدنا اسماعيل مدفون في الحجر لكن قبله غير ظاهر، حجر اسماعيل. سيده هاجر ام سيدنا اسماعيل وسيدنا اسماعيل النبي مدفونين في حجر اسماعيل في الكعبه، لكن ايه؟ اندثر بمرور السنين فبقوا في بطن الارض بعيد، فقبرهم غير ظاهر. فهمت ازاي؟ وداخل الكعبه مدفون 120 نبي، داخل الكعبه مدفون 120 نبي. فهمت ازاي؟ لكن قبورهم غير ظاهره. الناس اللي يقول لك ما تروحش تزور في مسجد فيه قبر، طب ما الكعبه فيها قبر والناس كلها بتصلي فيه، قبور مش قبر واحد. والرسول لم يامر بنفشها ولا اخراج من فيها، علشان تعرف ان عندهم سوء تفاهم، مش فاهمين. انت لما هتروح في اي حته هتصلي تقول الله اكبر، لا بتقول المقبور اكبر ولا بتصلي ليه، والضر والنفع والله، وانت بتعبد الله، لا بتعبد الولي ولا النبي. فهمت ازاي؟ ده انت بتعبد رب العالمين. فهمت المساله؟ فما حدش بيعبد النبي ولا بيعبد الولي، لكن انت بتحب النبي وبتحب الولي. فهمت المساله؟ في فرق بين الحب والعباده. وكذلك ما روي في الخبر الصحيح الذي رواه الشيخان عن ابي هريره من ان ملك الموت جاءه، جاء سيدنا موسى فلطم عينه ففقاها، طلع لربه قال له انا ايه؟ عيني. طب ما هو الملك ده بيجي في صوره بشر، مش هو ده جسمه الحقيقي؟ فالعين اللي فقعها دي هل هي عينه الحقيقيه؟ وهل الملك ليه عينتين بس ولا اكثر من عين ولا عين واحده ولا ما نعرفش؟ يبقى هو فقع عين المثال مش عين الملك، عين المثال البشري، فتمثل لها بشرا سويا، يعني جاء مثال في بشر وليس في صورته الحقيقيه، كانه لبس بدله بشر، فلما خلع عينه كان انت قطعت ايد بدلتك،
يبقى ايدك اتقطعت، حد شدك من ايد بدلتك فاتقطعت كم، يبقى كم دراعك اتقطع. كذلك الملك، الملك لبس بدلة بشر، تمثل بشرا فلبس بدلة البشر، ففقع عين البدلة. فهمت ازاي؟ مش عين الملك ذات. فهمت المسألة بقى؟ لا مش شرط، لا ده الجن، الجن غير الملك. الجن غير الجن لو حصر نفسه في صورة وتمكنت منه وقتلته في هذه الصورة يقتل، وعشان كده الجن يخاف يتمثل في صورة يراها البني آدم، يخاف جدا. وليه بيختفي؟ خايف، عشان خايف لحتى تتملك منه فتقتله. الملك لا، ايوه ربنا ردها له. يد ملك. هذا الحديث ليس فيه ما يحكم على موسى عليه السلام بالتعدي وفعل ما لا يجب، يعني يقصد ما لا يجوز هنا، حق فوق ما لا يجب كده اكتب ما لا يجوز يقصد يعني. اذ هو ظاهر الامر بين الوجه جائز الفعل، لان موسى دافع عن نفسه. واحد بيدافع عن نفسه ده شيء جائز بل مطلوب. واحد يجي يقول لك انا جاي اقبض روحك، تقول له اتفضل، ولا تقول له لا ده انا اللي هقبض روحك. فهمت ازاي؟ فدافع عن نفسه، ما جالوش بالعلامة، جاله في صورة البشر. فهمت ازاي؟ فما اعلموش اختبارا له. فهمت؟ اختبارا له، بدليل انه لما جاله مرة ثانية وعرفه بنفسه قبله مقابلة تانية. فهمت ازاي؟ مع انه جايله النفس المهم في الحالتين، بس في الاول افتكروا بشر. زي ما قلنا برضو ان سيدنا داود لما تصوروا عليه المحراب وهو في ايه، في حضرة الله عز وجل، فزع. فزع ليه؟ لان بني اسرائيل متعودين على قتل الانبياء، فاول ما لقى اثنين بينطوا عليه في محرابه قال ده جايين يقتلون على عادتهم، ففزع داود. فهمت ازاي؟ فزع لان عادتهم كده، هم يقتلوا الانبياء، غاويين قتل الانبياء. ليس فيه ما يحكم على موسى عليه السلام بالتعدي وفعل ما لا يجب، اذ هو ظاهر الامر بين الوجه جائز الفعل، لان موسى دافع عن نفسه من اتاه لاتلافها، وقد تصور له في صورة آدمي، ولا يمكن أنه علم حينئذ أنه ملك الموت، فدافعه عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التي تصور له فيها الملك امتحانا من الله. فلما جاءه بعد وأعلمه الله أنه رسوله إليه استسلم. خدت بالك؟ وللمتقدمين والمتأخرين على هذا الحديث أجوبة، هذا أسدها عندي. يعني في اجوبه كتير على الحديث ده، لكن القاضي عياد اختار ده وقال هذا اسدها عندي، دي افعل تفضيل من السداد، يعني رجحان الراي. وهو تاويل شيخنا الامام ابي عبد الله المازري، ابي عبد الله المازري الشيخ المالكي الكبير المشهور اللي هو توفي سنه 536 هجريه، وصاحب شرح كتاب المحصول في اصول الفقه الامام المازري. وقد تاوله قديما ابن عائشه، عبد الله محمد بن حفص القرشي من اولاد عائشه بنت طلحه بن عبيد الله الصحابيه، فده حفيد من احفاد احفادها، فيسموه ابن عائشه نسبه لام لجدته الصحابيه اللي هي عائشه بنت طلحه ابن عبد الله. توفي سنه 228 هجريه. اوله تاويل ثاني خالص، قال فقع عينه، يعني بحجته، يعني هو ايه، مش عينه الحسيه، لا ده رب سيدنا موسى قال له كلمتين فايه، ففقع عينه، يعني ايه، يعني حاجه. فهمت ازاي؟ يعني بالمعنى المجازي، واخد بالك، يعني افهمه. فهمت ازاي؟ تقول له ده انا هقول لك حاجه في عينيك، في عينيك يعني خلاص تقتنع بيها مش هتقدر ترد. ها؟ ما هو قال لك ان هو يعني قال له ان انا جاي اقتلك، فرد عليه، وربما ان الحديث فيه اختصار ما فيهوش الصوره كلها، فيمكن فقع عينه يعني افحمه، يعني اقنعه. ده رايه الوحيد، هو الوحيد اللي قال كده، لكن احنا قايلين ان الحمله على الحقيقه اولى من الحمله على المجاز، واخد بالك ازاي، ان كان الحقيقه لا تؤدي الى مخالفه ما هو معروف بالضروره من الدين، خد بالك، فالحقيقه اولى من المجاز. على فقه ولطمه بالحجة، وفقه عين حجته،
وهو كلام مستعمل في هذا الباب في اللغة ومعروف. نيجي بعد كده قصة سيدنا سليمان، واخد بالك، هي فتنة سليمان، فتنة سيدنا سليمان. وأما قصة سليمان وما حكى فيها أهل التفاسير من ذنبه وقوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فمعناه ابتليناه، وابتلاؤه ما حكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما. الرسول صلى الله عليه وسلم قايل فتنة سيدنا سليمان في الصحيحين، فما نلجأش الكلام اليهود بقى والإسرائيليين فيها، خد بالك، لأن في إسرائيليات كثيرة اتقالت على سيدنا سليمان كما قيلت على ايه سائر انبياء بني اسرائيل. سيدنا محمد قال على فتنة سليمان ايه الحديث الصحيح بقى اللي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال سيدنا سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة او 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. كان عنده 100 امرأة، بين امرأة ملك يمين وبين زوجة، ده كان تحت اسمه اهو، ده نبي من انبياء بني اسرائيل، ما بيعبوش فيه ليه وعنده 100 امرأة، ويقول سيدنا محمد اللي اتجوز 9 يقول لك ده بيحب الستات. طب فين بقى؟ لسيدنا محمد اتجوز 9 بس، طب ما تدوره على سيدنا داود كان عنده 300، واخد بالك، وسيدنا سليمان كان عنده 100، فهمت ازاي؟ وانبياء هم، ما حدش انكر نبواتهم، تيجوا تعيبوا سيدنا محمد اللي عنده 9، عالم يعني عجيبه مخها طائر. حسبنا الله ونعم الوكيل. خد بالك ان النبي اوتي من الفحولة ما لم يؤتها رجل عادي، فيستطيع النبي ان هو يجامع اكثر من امرأة في ليلة واحدة، واخد بالك ازاي؟ عنده قوة بدنية مختلفة مش زي الرجال العاديين، حتى ان سيدنا محمد كان يعني يأتي زوجاته التسع في ليلة واحدة وبغسل واحد، فهمت ازاي؟ وكان عدى 50 من عمره سيدنا محمد. فالانبياء ليهم قواعد في جسمهم مختلفه خالص مش زي ايه البشر العاديين. فسيدنا سليمان عنده الطاقه دي، فقال ايه؟ قال والله انا عندي 100 ست النهارده، الليله دي كله النهارده يحمل ويجيب 100 فارس وجاي في سبيل الله، واخد بالك ازاي؟ دي ايه الكلام اللي هو عنده، يعني حتى بيعمل العمل اللي فيه شهوه لله. خد بالك النبي مقامه حاجه تانية، مش بيعمل الشهوه للشهوه، ده بيعملها لله. فقال ده كله ان شاء الله يحمل، وما قالش ان شاء الله، فهمت ازاي؟ فجاءه الملك فقال له صاحبه قل ان شاء الله، فلم يقل صاحبه، ده قيل الملك، ملك من الملائكه ربنا قال له قل له كذا، وقيل صاحبه ده واحد من ايه من القرين، القرين الجني، لان كل انسان له قرين من الجن، وقيل هو ادم من الصالحين لما سمعوا بيقول الكلمه دي، واخد بقى، والراجح الاول ان هو الملك. قل ان شاء الله فلم يقل، لم يقل لانشغاله، ربما لما قال له قل ان شاء الله نوى يقولها، وبعدين كان شغل واحد كلمه واحد ثاني بتاع فانشغل ونسي يقولها، فهمت ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى خلى الزوجات كلها ولا واحده تحمل، الا واحده من المية حملت، ولما ولدت ولدت مسخ يعني شق جنين، فألقي على كرسيه جسدا. فلما شاف المنظر ده سيدنا سليمان ايه تاب الى الله، ان هو نسي يقول ان شاء الله، واخد بالك ازاي؟ دي الفتنه اللي فتنها سيدنا، زي ما سيدنا محمد قال لهم اجيبكم غدا، لما جم سالوه قال لهم اجيبكم غدا وما قالش ان شاء الله، خدت بالك؟ فتاخر عليه الوحي 40 يوم، يجوا كل يوم يقولوا له ايه يا محمد فين الجواب؟ اهو غدا جه، يقول لهم بكره بكره بكره، قاعد كل يوم وهم يتريقوا ويقولوا له لقد قلاك ربك، واخد بالك ازاي؟ خلاص بقى اللي كان بيجي لك ده سابك ومشي وهجرك، لحد ما ايه ما جت الاجابه على الثلاث اسئله في سوره الكهف وفي سوره الاسراء، اللي هي ويسالونك عن الروح اللي روح من امر ربك واهل الكهف وايه وذي القرنين، وبعدين قال له في خلال السوره ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. فحصل برضه لسيدنا سليمان نفس القصه، نسي يقول ان شاء الله، مش تعمد، لا ده نسي. فلم يقل، فلم تحمل منهن الا واحده جاءت بشق رجل، بشق غلام يعني ذكر يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده،
لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. يعني لو كان قال إن شاء الله كانوا جابوا 100 فارس جاهدوا في سبيل الله. شفت بركة إن شاء الله لما تقولها يوم ربنا يقضي لك حاجتك. فكلمة إن شاء الله دي ما تستهينش بيها، تيجي معاها قضاء الحاجة على طول. أما تيجي تنوي تعمل حاجة تقول إن شاء الله، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقضيها لك. قال أصحاب المعاني: والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه، وهي عقوبته ومحنته. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناد، أدي المعنى كرسيه جسد اللي هو الشق، ثم أناد فافتكر، افتكر إنه هو إيه؟ نسي يقول إن شاء الله. والناسي أصلا النسيان مش معصية، النسيان مش معصية، ده نسيان، فربنا أخذه بالنسيان لعلو مقامه. فهمت ازاي؟ لكن انت لو نسيت ربنا ما بيؤاخذش بالنسيان اصلا، زي ما سيدنا ادم برضه لما عصى ربه كان نسي، وعصى ادم ربه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا ولم نجد له عز، فنسيا ولم، يبقى سيدنا ادم لما عصى عصى نسيانا مش عصى ايه متعمدا. كذلك لما نسي يقول، لما قالش ان شاء الله ما قالهاش اعراضا عن الله، لا ده نسيانا. فهمت؟ وقيل ذنبه حرصه على ذلك، يبقى قالوا ان ذنبه اللي هي فتنته انه ما قالش ان شاء الله نسيانا، وقيل حاجه ثانيه حرصه على ذلك وتمنيه. الحرص انه يجي له 100 ولد وتمني ذلك، والحرص ده ما يليقش بالانبياء، لان الانبياء لازم تكون مع الله على ما يريد، ما تكونش حريصه الا على ما اراده الله. فالحرص ده في حد ذاته كان محنته. الراجح الاولانيه، الراجح التفسير الاول، خد بالك كل اللي باقي ده دي اقوال، لكن الراجح انه الناس يقول ان شاء الله الراجح. لكن كل اللي بقوله لك ده حاجات اتقالت، اتقالت تعرفها لكن مش هي المحنه الحقيقيه. وقيل لانه لم يستثني لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني. وقيل برضو قول ثالث ان هو ما قالش ان شاء الله علشان ما يعلقهاش على المشيئه من شده حرصه، ده هو تعمد ما يقولش ان شاء الله حتى لا يعلقها على المشيئه من شده حرصه وتمنيه. دي فتنته. فهمت؟ دي برضه ايه تاويل ثاني. وقيل عقوبته ان سلب ملكه، وذنبه ان احب بقلبه ان يكون الحق لاختانه على خصمهم. وقيل برضه قول ثاني، كل دي اسرائيليات خد بالك، ان ربنا سلب ملكه علشان كان بيقضي في قضيه كان الخصمين، احد الخصمين منهم اختانه، يعني ازواج بنات، الختن هو زوج البنت، واخد بالك ازاي؟ فكان عايز يبقى الحق ايه في جانب دول، يعني انحاز ليهم، فربنا ايه ابتلاه لما ايه بالحكايه دي، انه سلب ملكه علشان كان عايز الحق مع اختانه. كل ده كلام اسرائيليات، ما حصلش، لم يسلب ملكه اصلا سيدنا سليمان. وقيل أوخذ بذنب قارفه بعض نسائه، برضو كلام إسرائيليات، قالوا أنه كان متزوج امرأة من ضمن زوجاته، وكانت بتعبد إيه، كانت مشركة بتعبد صنم في بيته، فإذا خرج سيدنا سليمان أخرجت الصنم وتقعد تعبد. ده قالوا كده بني إسرائيل على سيدنا سليمان، ما حصلش، خد بالك ما حصلش، لكن قايلينه كاتبينه في التفاسير. ما هو لسه هقول، لو تصبر هقول لك الاسم. فقالوا ايه؟ قالوا ان كان متزوج امراه، والمراه دي كانت كافره بتعبد صنم في بيته من وراه، فربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يعاقبه، وكان بيجي لها جني، كان بيجي لها جني اسمه صخر، جني البحار اللي هو مسؤول عن البحار، واسمه صح. كل دي قصص خياليه عملوا عليها افلام اسماعيل ياسين والسمكه وختم سليمان والشغلانه دي. فهمت ازاي؟ قصص خياليه، صبر بس اما خلص. فقالوا ان الصخر ده كان بيجي لزوجته الايه؟ الكافره دي بيدخل عندها. فسيدنا سليمان لما دخل الخلاء كان ملكه في خاتمه. لا، ما كانش ملك سيدنا سليمان في خاتمه اصلا. بني اسرائيل متصوره ان ملك سيدنا سليمان في خاتمه. ملكه كان من الله. سواء بخاتم ومن غير خاتم، هو سيدنا سليمان الملك. فهمت ازاي؟ لانه اذا كان من الله ما يبقاش في الخاتم، ده من الله. فهمت المساله؟ لكن هم بني اسرائيل يقول لك خاتم سليمان اللي يلبسه
تتسخر ليه الجن والانس كأن الختم له تأثير. لا، التأثير من الله، والمؤثر هو الله، والفاعل هو الله، ومن قال ان هناك مؤثر مع الله كفر. فهمت؟ فالفاعل هو الله مش الخاتم. لكن بني اسرائيل قالوا الكلام ده وصدقوا بعض المفسرين والاخباريين وكتبوا في كتابهم. فهمت ازاي؟ فقال سيدنا سليمان كان الخاتم بتاعه فيه ملكه، سر ملكه، اذا لبسه يبقى هو ملو هدومه مالك، اذا قلعه يبقى ولا حاجه. فهمت ازاي؟ فكان بيقلعه عند الخلاء، كان يقلع الخاتم بتاعه عند الخلاء، فوضعه عند زوجته اللي بيجي لها صخر ده. فهمت ازاي؟ دي قصه بني اسرائيل كلها خرافات بنحكيها بس للاطفال قبل النوم. فهمت ازاي؟ علشان تتجنبوها. لا، اصلا عملت افلام وتمثيليات والناس بتشوفها، واخد بالك ازاي؟ ما هي دي قصه المصباح السحري واللي يطلع منه البارد اللي اتحبس بقاله قرون، وخاتم سليمان اللي يدعك ويطلع منه مش عارف ايه، القصص دي كلها، واللي يجيب السمكه يلاقيها بلع الخاتم، كل دي قالوها. فالمهم خد الخاتم، حط الخاتم عند الزوجه الكافره دي، ودخل الخلاء على قول بني اسرائيل، والعهده عندهم وهم كفار. فجاء صخر راح واخد الخاتم ده لبسه وتشبه في صوره سيدنا سليمان، وقعد على كرسيه وقعد يقود المملكه على انه هو سليمان وهو جن صخر، خدت بالك؟ فوجدوا انه قاعد يظلم في القضاء ويؤمر بظلم ويعمل عمايل سودة، فالناس استغربت. جاء سيدنا سليمان من الخلاء يدور على الخاتم بتاعه ما لقاهوش، خرج يقول للناس انا سليمان، يقول له لا انت مش سليمان، انت ولا سليمان قاعد اهو والخاتم، طب فين الاماره بتاعتك؟ فين الخاتم بتاعك؟ ففضل سيدنا سليمان يشتغل صياد 40 يوم، واخد بالك ازاي؟ وغلبان ويمر على البيوت مش عارفها، وسلب ملكه عقابا ان كان ايه بيعبد الشيطان في بيته دون ان يعلم. فهمت ازاي؟ ده كلامهم هم. وبعدين جاء بعد كده شخص القى يعني ساب الخاتم بتاعه ولا بتاع، فوقع في البحر، التقمته او سرقوا الخاتم منه لما لقوا ان صخر ده اللي في سوره سيدنا سليمان بيظلم الرعيه، فاستغلوا فرصه كده راحوا قلعوا الخاتم وراحوا رامينه في البحر، فظهر على حياته. ففضل بقى ملك سيدنا سليمان خاوي مش لاقينه، وسيدنا سليمان شغل صياد فبيصطاد، طلعت سمكه بيفتحها لقيتها بلعه الخاتم، لبس الخاتم ورجع لملكه. فهمت ازاي؟ وبعدين جاب صخر ده وعقبه وحبسه في ازازه وقفلها ورماها في البحر، اللي هو لقاها اسماعيل ياسين في الفيلم بعد كده وطلعها وقال له سبك له عبدك ملك ايديك. خدت بالك ازاي؟ كل القصص دي قالوها الاسرائيليات، واخد بالك ازاي؟ ما حصلتش لاسباب كثيره، منها اولا ان النبي لا يتزوج كافره، وان الله يطلعه على ما في بيته، لان ربنا بيوحي اليه، مش هتعمل حاجه في بيته وهتبقى من وراه، دي حاجة. الحاجة الثالثة أن الشيطان لا يتمثل بالأنبياء، الجن لا تستطيع أن تتمثل بالأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. فقال العلماء في التفسير قالوا لا يتمثل به وبكل الأنبياء. ليه لا يتمثل بالنبي ولا بكل الأنبياء؟ حتى لا تختلط النبوة بغيرها من البشرية العادية، لكن ممكن يتمثل الشيطان بالله ولا يتمثل بالانبياء. شوف قد ايه. ليه بقى؟ يعني ممكن الشيطان يجي الواحد يقول له انا ربك في صورة نور كده وكلام وصوت طالع، رفعت عنك التكليف يا عبدي ما تصليش، انت بقيت حاجة اخر كبيرة قوي، يقول ايه الحمد لله رفع عني التكليف، ويطلع بعد كده يقضي عمره في كلام فارغ، زي بعض الاولياء لما مخهم طق وقال لك ان ده ما بيترفعش عنه التكليف وطلب الولاية بسبب ظهور الشيطان له في صورة ايه؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن ليه الشيطان ممكن يتمثل في صورة الله مناما او يقظة، ولا يتمثل في صورة النبي مناما او يقظة؟ لانه تمثل، اذا تمثل الشيطان بالله فالله ليس كمثله شيء، يبقى مفقود. العالم يعرف يقول لخت يا لعين ان الله ليس كمثله شيء، لان الله لا يأتي من جهة، واخد بالك ازاي؟ ولا يتكلم بحرف، وليس هو نور حسي يرى بالعين. فهمت ازاي؟ فلو جاد كله العالم يعرف ان ده مش ربنا، ليس كمثله شيء، زي ما ظهر للجنيد، الامام الجنيد جاله برضه الشيطان في صوره نور وهو في طومعته بيعبد ربنا، قال له رفعت عنك التكليف يا عبدي،
قال له اخطأ يا لعين. في الحال كده لانه كان علامة، الامام الجنين كان عالم، قال له اخطأ يا لعين، لو رفع التكليف عن احد لرفع عن محمد وهو خير الخلق، والله قال له اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاختفى وما جالوش تاني. فهمت ازاي؟ لانه علامة. فهمت؟ انما الشيطان لو جاب صورة بشر وقال لك انا نبيك محمد تصدقه، لان سيدنا محمد بشر، فربنا عصم صورة النبي البشرية انه يتمثلها الشيطان حتى لا تختلط مع غيرها. فهمت ازاي؟ لان النبي بشر فيه البشرية، والبشر الجني والشيطان قادر ان يتمثل في صورة بشر. فهمت المسألة؟ ولذا الشيطان لا يتمثل في صورة نبي، ولكن قد يتمثل في صورة يدعي انه الله وهو ليس بالله، الله ليس كمثله شيء. فهمت المسألة بقى؟ اتفضل. ايوه. لا، ما احنا بنقول تبقى كافره من وراه، كافره من ورائه. لكن سيدنا نوح كان يعرف بكفره، وكذلك امراه لوط كان يعرف بكفره، واخد بالك ازاي؟ لكن هنا بيقولوا انها كانت من وراه، فالنبي ما يستخباش عنه خبر في بيته. فهمت ازاي؟ والا يبقى مغفل. واحنا قايلين ان الانبياء اهل فطانه، احنا مش قايلين ان في اربع صفات يجب معرفتها في الانبياء، واربع صفات يجب استحالتها في الانبياء، وحاجه واحده جائزه في حق الانبياء. قايلين الصدق والامانه والتبليغ والفطانه، واجب في جميع الانبياء ان يكونوا صادقين، فطناء، مبلغين، واخد بقى فطناء يعني عندهم ذكاء، واخد بالك ازاي؟ وصادقين. يبقى الصدق والامانه والتبليغ والفطانه اربع صفات، ويستحيل في حقهم عكسهم، عكس الصدق الكذب، يبقى يستحيل انه يبقى كذاب، ويستحيل انه يبقى عكس الفطانه الغباء، واخد بالك؟ ويستحيل انه يكتم ايه؟ ما ارسل اليه اللي هو عكس التبليغ، ويستحيل انه يبقى خائن عكس الامانه. ويجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض، يبقى يجوز في حقهم انهم يجوعوا ويتعبوا ويشربوا وياكلوا ويناموا ويتزوجوا النساء ويموتوا ويمرضوا، لكن امراض غير منفره، خدت بالك؟ فمن الفطانه النبي لا يختبئ عليه امر في بيته، فدي ضد الفطان، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الشيطان لا يتمثل في سوره الانبياء، فصخر ما يعرفش ياخد سوره سيدنا سليمان، ما يستطيعش، غير ممكن من ذلك لكونه نبي. واضح؟ فكل الكلام الفارغ ده بتاع اسماعيل ياسين ده تسيبه، ده بتاع سيما بس، لكن مش واقع، وان كان مكتوب في كتب التفسير. عايز تقول حاجه؟ وعشان كده بيقول هنا ايه؟ وقيل اوخذ بذنب قارفه بعض نسائه، ولا يصح ما نقله الاخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في امته بالجور، يعني بالظلم في حكمه، لان الشياطين لا يسلطون على مثل هذا. فهمت ازاي بقى؟ وقد عصم الانبياء من مثله، وان سئل لما لم يقل سليمان في القصة المذكورة إن شاء الله، طب ليه ما قالش إن شاء الله؟ فعنه أجوب أحدها ما روي في الحديث الصحيح أنه نسي. سيدنا محمد قال نسي، خلاص أنت قلقان ليه بقى؟ سيدنا محمد اللي قص القصة وقال لك إنه نسي، خلاص انتهينا، سهل. زي ما سيدنا محمد نسي يقول إن شاء الله، ما يضرش، لأن النسيان قد يقع من الأنبياء، مش مشكلة، لأنهم من بشر. نسي أن يقولها، وذلك لينفذ مراد الله، لأن ربنا مراده أنه ما يخلقلوش 100 فارس من النساء دي، فربنا خلاه ينسى إن شاء الله، عشان يبقى فيه نتيجة مقابلة للسبب. فهمت ازاي؟ لأن ربنا ربط النتائج بالأسباب، ربط مش تأثيري، ولكن ربط، واخد بالك ازاي؟ صوري في الصورة ولكن مش في التأثير، كما أنه ربط الإحراق عند لمس النار، لكن النار في حد ذاتها هي ما تحرقش بذاتها، لكن لما تلمسها ربنا خلق الاحراق عند لمسها. فهمت ازاي؟ كما انه مثلا ربط الاغراق عند الالقاء في الماء، لكن الماء في حد ذاته ما يغرقش. فهمت المساله؟ بذاته، لان لا تاثير في شيء الا بالله، لان هو الفاعل الحقيقي في الاشياء. فالسكين لا تقطع بذاتها ولكن تقطع بالله، ولك في قصه سيدنا اسماعيل اسوه، والنار لا تحرق بذاتها ولكن بالله، ولك في النار مع سيدنا ابراهيم الاسوه والعلم، وهكذا.
والثاني انه لم يسمع صاحبه وشغل عنه. التأويل الثاني انه منسيش بس هو شغل عنه. وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، هنخلص احنا موضوع سيدنا سليمان النهاردة ونقف بعد ذلك على موضوع سيدنا نوح. اخر حتة سيدنا سليمان لما بيقول بقى ايه، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، يعني اديني ملك ما حدش ياخده من بعدي. فده فيه ظاهره حرص، في ظاهره حرص انه شايف حد ينافسه فيه، معناه انه حرص، والحرص معصيه، اصل المعصيه الحرص، اصل المعصيه. فنعمل ايه في الحته دي؟ فهمت ازاي؟ ليه قال لا ينبغي لاحد من بعدي؟ ما يقول خلاص ادينا واحب لاخيك ما تحب لنفسك يا اخي. فهمت ازاي؟ ليه قال لاحد من بعدي يا اخي؟ ما ده برضه فيها شبهه. فهمت المساله اللي جايبينها بقى؟ فالايه دي في ظاهرها سؤال، في باطنها سؤال، وهو انه حريص على الا ينافسه احد، والحرص اصل المعصيه. فتقول ايه؟ وانت بتقول الانبياء ما يعصوش ابدا. هي دي المساله. وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. لما لم يفعل هذا سليمان غيرة على الدنيا؟ يعني الغيرة المحبة، يعني في أمر لا يكون لغيره، الغيرة المحبة في شيء ما يكونش الغيرة. عشان كده الست بتغير على جوزها، يعني إيه؟ يعني مش عايزاه الغيرة، يعني بتحب حب مش عايزاه يبقى الغيرة، فلو راح لست تانية تبقى إيه؟ تتشعل. فالغيرة هي المحبة لأمر لا يكون لغيرك، عايز تستخلص أنت بيه، دي معنى الغيرة. فسيدنا سليمان ما طلبش كده غيرة على الدنيا ولا نفاسة بها، يعني رغبة فيها لنفاسته، ولكن مقصده في ذلك على ما ذكره المفسرون ألا يسلط عليه أحد كما سلط عليه الشيطان الذي سلبه إياه مدة امتحانه، على قول من قال ذلك وإن كان مردود. يبقى التأويل ده مش مقبول. فهمت ازاي؟ لأنه علقه على شيء مرفوض أصلا، ان هو سلب ملكه بالشيطان، مرفوض التأويل ده على طول. فانت وانت بتقرا الكتب تعرف على طول طالما عقيدتك سليمه اللي تقبله واللي ما تقبلوش، لانه كل يؤخذ منه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت المساله؟ فده مصنف. وقيل بل اراد ان يكون له من الله فضيله وخاصه يختص بها كاختصاص غيره من الانبياء الله ورسله بخواص منه، وقيل ليكون دليلا وحجة. هو الاخير ده اللي صح، تكون معجزته، يكون ملك وعين معجزته، لان كل نبي له معجزة امارة على نبوته. فسيدنا محمد له معجزات كثيرة امارة على نبوته، سيدنا موسى جاب 9 آيات بينات معجزات امارة على نبوته، كل نبي له معجزة. فسيدنا سليمان اراد ان تكون معجزته هي ملكه، عشان ايه؟ عشان عارف ان بني اسرائيل دول ما يجوش الا بالقوة والسلطان والقهر، فحب تبقى معجزته قاهرة لهم فيتبعوه. فهمت ازاي؟ ما تجيش معجزة ما فيهاش سلطان، هو عايز معجزة فيها غنى وفخفخة، واخد بالك، وظاهر ملك علشان بني اسرائيل يخضعوا ليه. بني اسرائيل ما يخضعوش الا للملك والجبروت، فهو حب يبقى معجزته هي عين ملكه، او ملكه عين معجزة. فهمت المسألة؟ فأراد ذلك، وده الراجح. والقول الثاني قريب، قال ان هو أراد ان تبقى دي خصوصية ليه، كما اختص بعض الأنبياء بخصوصيات، كما أن سيدنا عيسى اختص بإحياء الموتى بإذن الله، وسيدنا محمد اختص مثلا بالشفاعة العظمى وبالقرآن وبإرساله للناس كافة وبالإنس والجن، وأنه ختم النبيين وغير ذلك مما اختص به نبينا، وكما اختص سيدنا موسى مثلا بالتكليم، وكما اختص سيدنا ابراهيم بالخله او الخله، كل الحاجات دي اختصاص، فاراد ان يبقى ليه خصوصيه ما حدش ينافسه فيها. فهمت ازاي؟ وقيل ليكون دليلا وحجه على نبوته. طب وكان دليل نبوه داوود ابوه ايه؟ إلانه الحديد. الحديد في ايده زي الميه، انت تمسك الحديد ما تعرفش تعمله الا لما تصهره، هو يمسكه في ايده زي الميه، يقطعه كده ويعمل كانه بيعمل بيخبز، عارف اللي في ايدك حته عجينه تقطع منها وتشكلها زي ما انت عايز، هو الحديد في ايد سيدنا داوود كده ملبن.
يقطع منه ويعمل منه دروع ويعمل منه أسياف ويعمل منه سكاكين بإيده كده، ويقعد يفصلها ويعملها، حاجة غريبة، دي معجزة كبيرة. فكانت معجزة سيدنا داود إلانة الحديد، فهمت إزاي؟ فأراد إن يبقى ليه معجزة زي ما كل الأنبياء ليهم معجزات، فهمت إزاي؟ وقيل ليكون دليلا وحجة على نبوتك إلانة الحديد لأبيه، وإحياء الموتى لعيسى، واختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ونحو هذا. ونقف على قصة سيدنا نوح. طب وسيدنا نوح عمل ايه؟ سيدنا نوح اعترض في ظاهر الآية على ان ربنا ما نجلوش ابنه، فهمت ازاي؟ فاعترض. هو ربنا قال له ايه؟ واخد بالك؟ واسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، وابنه من اهله. فلما لقى ابنه بيغرق قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، ده انت وعدتني وده بيغرق، امال ايه الحكايه؟ انا مش فاهم، فهمت ازاي؟ فالاعتراض ده اللي في ظاهره اعتراض، هو ده كان ايه؟ كان اللي اعتبروها انها معصيه من سيدنا نوح. طب امال هو سيدنا نوح يقصد ايه؟ هنقولها بقى الخميس القادم. نظام مسلسلات في السفاره المصريه بامريكا اصدرت منشور وزع على الجاليه المصريه لتوخيهم الحرص وان تخلع المحجبات الحجاب حتى لا يعرفن فيقتلن، فما راي سيادتكم؟ والله في دار الحرب يجوز ان الانسان يرتكب بعض الاشياء المحظوره من اجل الحرب، والحرب خدعه. فاذا كانوا هم هيقتلوا كل المحجبات فتخرج بقى معريه شعرها، واخد بالك ازاي؟ تجيب طلباتها الضروريه. اذا كان مفيش حد هيخرج يجيب لها طلباتها الضروريه هتحبس نفسها الجوع تموت، اذا كانت تاكل الميته وتشرب الخمره، واخد بالك ازاي؟ لو كان في غصه، الا من اضطر غير باغ ولا عاد. فالضرورات تبيح المحظورات، القاعده الفقهيه كده. فان كان في ضروره تقدر الضروره بقدرها، واضح الكلام؟ ودي دار حرب والحرب خدعه بس. الصوت غير واضح ايضا، ربنا يوضحهن ان شاء الله. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق عبد العاطي في تظبيط الصوت في قايتباز، مش عارف ليه عبد العاطي عامل فينا كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. الحمد لله رب العالمين، استعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله.